السلام عليكم مشاهدينا شانيل، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. من بعد ما خرجوا بزاف ديال المؤثرين اللي كيدافعوا على سارة ابو جاد وكيقولوا ان طليقها باغي يخرجها من الدار اللي صرفات عليها او اللي خسرت عليها 45 مليون في الاصلاحات ديالها. كان هذا هو الرد ديال ابو جاد من خلال ستوري نشروا على حسابه الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. نشوفوه ونعاودوا نرجعوا. جاب لي الله زادوا فيه وعطاو الموضوع بعد غريب لدرجة الأقنعة طاحت. كاين فرق بين واحد ما كيردش وواحد كيصيفط اللي يردو بالكذب باش يبقى زعما وجهو زوين. إصلاحات الدار دارهم مول الدار اللي هو الأب ديالي الله يرحمه. داك الوقت كنت الوحيد اللي خدام وكنصرف على داري، واجبي قايم به، كنعطي النفقة وكنخلص الماء والضوء والويفي. ولادي هما عينيا، عاد اليوم دوزتو مع ولدي ومراتي، كان نهار غزال، عايش فرحان مع مرتي، من حقي ومن حقها، وطلاقي ربي اللي عالم بأسبابه، وكان طلاق اتفاقي، يعني وقعنا بجوج على حاجات اتفقنا عليهم حنا، ماشي القاضي، ما كاين ما يتزور، مع مر الطلاق كيكون حاجة زوينة، وتامش ما كيهرب من دار العرس. وقعوا حاجات كبار وخايبين بزاف، كنتمنى ما نكونش مضطر نقولهم بركة من الكذوب. واللي حكم بلا ما يعرف حسبي الله هو نعم الوكيل فيه. انا اليوم فرحان ومرتاح. وكان هذا هو الرد ديال عبد الله ابو جاد. هنا مشاهدينا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله الى عجبكم تخليونا لايك وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. بسلام عليكم.